بالحقيقة لا يمكن التعويل صراحة، وأحكيها بكلمة صريحة، لا يمكن التعويل على الحكومة العراقية بهذا الموضوع. القوات المحتلة الأمريكية في العراق لا تخرج إلا بنيران المقاومين، نقطة رأس سطر. وأما كل الوعود الأمريكية هو إغراء، وهو وعود كاذبة لا يمكن الاعتماد عليها، وإنما هو تراخي بالقرار الحكومي اتجاه التواجد الأمريكي. اتجاه التواجد الأمريكي اليوم في العراق هو في تزايد بعناوين مختلفة كما أشار إليه ضيفك من العراق، في تزايد وأكو استمرارية بوجود قوات قتالية في العراق، سواء في المناطق الغربية أو في غيرها من المناطق في العراق. بالحقيقة لا يمكن إخراج هذه القوات، وهذا قول وهذا كلمة المقاومين في العراق قالوها أكثر من مرة، لا يمكن التعويل. نعم، الضغوط السياسية من الممكن أن تجدوا نفعا ما في قضية معينة. الأمريكان خرجوا من العراق في عام 2011 بضربات المقاومين، لم يخرجوا بالضغط السياسي، لم يخرجوا بغيرها من القضايا، وإنما خرجوا بنيران المقاومين في كل العراق. العراق عندما وقف وقاوم الاحتلال الأمريكي آنذاك، وقف كل الشعب العراقي من الفاو إلى بغداد إلى البصرة إلى الناصرية إلى غيرها من المناطق العراقية التي ضحت وأعطت الشهداء حتى يخرج هذا الاحتلال. عاد الاحتلال إلينا من الشباك وأراد أن يثبت هذا الاحتلال في العراق، فنقول له لا يمكن، وهذا قول الفصل قالت المقاومة العراقية وهي ثابتة على قرارها، لا يمكن أن يبقى جندي واحد عسكري في العراق بعنوان احتلال، لا يمكن ذلك. نعم، المفاوضات جارية ونحن نصغي لهذه المفاوضات في العراق، ولكن يد المقاومين هي يد الطولة في العراق صراحة، أقولها يد العراقيين المقاومين هي يد الطولة اتجاه الاحتلال.